النهارده يشرفني وينورني نجوم او نجمات. شوف انا متعود اصلي نجمات فريق وادي دجله الفائز بكاس السوبر المصري لكره القدم النسائيه فرح سمير. فرح منوره الدنيا. منوره حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد كله لله. كله حلو؟ الحمد منوره لله. وايضا مروه توفيق، هقول لكم بتلعب في 18000 مركز بس لما نرحب بيها الاول. يا مروه منوره الدنيا. منوره حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كويس. وايضا معايا النهارده اسماء علي. اسماء كمان بتلعب في كذا مركز بس هي بتلعب ليفت باك يعني في حته علي معلول يعني. اسماء منوره الدنيا. منوره. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. تمام. وينورنا كمان ضيف رابع مهم جدا، هو كاس السوبر نفسه يعني كاس السوبر المصري. زي ما انتم شايفين كده الكاس حاجه عبقريه يعني وشكله عظيم جدا. وحاجه عجبك شكل الكاس؟ مش عاجبك. تمام. عجبك شكل الكاس؟ اقول لكم انا طيب عشان ما احرجكمش يا جماعه، يعني بطوله جديده. انا بكلم اصدقائنا في اتحاد الكوره والناس بصراحه هناك في اتحاد الكوره مهتمين جدا بكره القدم النسائيه، بس الكاس قديم قوي يعني ستيناتي سبعيناتي. بما اننا بنعمل بطوله اول مره فاحنا بنعمل كاس شكله متطور برضه شكله حلو. كاس انا وهم داخلين عليا الكاس قلت ايه ده، كاس مصر. عارفين كاس مصر التاريخي اللي هو بتاع الرجال دوت، شكله ممكن يبقى اجدد منه شويتين ثلاثه. بس عموما مبروك عليكم البطوله. الله يبارك فيك. انا بكلم الكاميرا كده بيبقى عندي شويه حاجات كده دمها تقيل احيانا على بعض الناس. مروه البطوله دي هي بطوله اول مره تتلعب، وانتوا ما شاء الله بتاخدوا بطولات بالجمله يعني ماشيين بتاخدوا رايحين يمين شمال بتاخدوا بطولات. البطوله دي بتمثل لك ايه؟ بصراحه يعني هي بطوله اول مره تتلعب في مصر. كاس السوبر اول مره يتعمل، فكان مهم قوي ان احنا فريق البطل هو اللي ياخده، خصوصا ان احنا متعودين يعني على البطولات. فكانت حاجه مهمه قوي يعني ان احنا نبتدي اول سنه احنا اللي ناخده عندنا في النادي. طيب البطوله دي بالنسبه لكم كانت صعبه جدا؟ احنا كنا بنحضر لها يعني. والمفروض شفتي عشان احنا عمالين نعمل قصه في الحكايه. تمام. قلت الفرح مره مرتين هي دي السبب. لا 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 انا عمال اكرر مروه في كتير في البدايه عشان ما اغلطش. لا لو غلطت عادي. مروه البطوله دي بالنسبه لكم كانت المفروض بطوله صعبه قدام فريق برضو فريق محترم؟ ايوه هو طبعا ما فيش بطوله سهله، وهو فريق محترم وفريق بيدعم. واحنا اتمرنا والكابتن يعني اتكلم معانا في الحاجات اللي هي بتساعدنا ان احنا ناخد البطوله دي. والحمد لله ان اول بطوله باسمنا واول هدف في البطوله باسمي. ايوه فطبعا دي حاجه كويسه. الهدف قلنا الهدف يا جماعه طبعا دي حاجه كويسه جدا. بس عشان انا عملت حاجه في الاول. لا عادي الاطراق براحتك يعني. مروه نظبطها بقى شويه لقطات كده حلوه واهداف حلوه يعني. بس يعني اهو مروه معانا اهو. دول مروه معانا اهو. مروه انت لا ده مش ده ده المفروض يكون دخل فينا. ده اللي دخل فينا. ده اللي دخل في فرح. اها. يعني ايه نكرمهم يا جماعه؟ عادي عادي. معلش معلش ده ملخص عموما يعني مش يعني بتحصل يعني. طب ده ممكن نعتبرها فاول يعني. مروه خدت كتف كده وهي طالعه محدش حس بحاجه. بظبط الدنيا انا مروه. انت واخد بالك مروه؟ ايوه ايوه. وفرح طلعت كويس. فرح طلعت كويس في الكوره بس حظ. كابتن شيكابالا؟ لا لا لا. نهلاوي هي اصلا زملكاويه. اساسا يعني هي كابتن الفريق بتاعتنا زملكاويه. كابتن الفريق زملكاويه اصلا. بس احنا اهلاويه يعني. كلكم انتوا ثلاثه؟ انا اهلاويه جدا. كلكم اهلاويه. لا هات لي الكاميرا هنا بقى في هنا نشوف الجول بس نشوف قصه الايه دي لما نلعب. ده سبرنت ب 20000. ده جول مروه. ده كان الاول؟ ايوه ده كان اول جول. ده كان اول واحد. ده التعادل. لا لا واحد كان اول جون 1-0. 1-0. احنا كنا فايزين 2-0. دخل فينا جون في الشوط الثاني. ده الجون الثاني بتاعنا. شبه جول عمر كمان عبد الواحد الجول بتاعك دوت في الداخليه. عامة احنا جبنا جون ثالث بس. بصوا يا جماعه ممكن اقول لكم حاجه بعد اذنكم. في اختلاف صعب جدا في الكنترول فوق والناس بتاكل في بعض فوق جدا. عشان مختلفين الملعب ده ملعب ايه؟ ترسانة. ده ملعب الترسانة. ملعب الترسانة؟ ملعب الترسانة يا جماعة جلال يكسب يا جماعة. جلال يكسب. حتى مكتوب الشواكيش. مكتوب الشواكيش يا جماعة. على السور. ايه اللحظة اللي كانت صعبة
جدا يا اسماء في المباراه ديت؟ يعني حسيت ان المباراه ديت متصعبه فيها، وحسيت ان ممكن الامور تتصعب جدا. احنا في الاول الشوط يعني كنا مضغوطين قوي، علشان احنا الفتره اللي فاتت الاخفاق في بطوله شمال افريقيا، فبالنسبه لنا المباراه دي كان لازم نكسب عشان يعني نقول للناس اللي احنا راجعين، دجله راجع تاني. مش معنى ان احنا خسرنا في بطوله ان احنا خلاص وقعنا، لا بالعكس، كان لازم نكسب البطوله دي. فبالنسبه لي كان اصعب حاجه هو الشوط الاول، احنا ما كناش كويسين قوي. الكره يعني لما بتتقطع مننا مش بنجيبها بسرعه، يعني كنا تايهين شويه. بس بالنسبه لنا لما جبنا الجون او اول هجمه رحنا بيها، حاولنا نهدى ونلعب كوره ونستحوذ. بعد كده جبنا الجون. بين الشوطين بقى يعني الدنيا اختلفت تماما. لعبنا كورتنا، يعني الماتش اختلف تماما. حاولنا نستحوذ، رحنا على الجون كتير. فهو بالنسبه لنا يعني ان احنا بدايه المباراه بس ما كانتش كويسه، هي دي بس اللي كانت صعبه. لكن بعد كده زي ما احنا بنقول دايما ركبتوا المباراه، يعني خلاص انتوا بقيتوا مسيطرين على كل حاجه. بقينا مسيطرين على الماتش يعني. بس هي المشكله بس في البدايه، في الاول اول 10 دقائق احنا دايما بنتوتر. في اول 10 دقائق لو الفرقه اللي قدامنا يعني هي بدات الاول، فاحنا بناخد وقت طويل عشان نرجع تاني. بس الحمد لله يعني رجعنا في وقت اسرع وقدرنا نسيطر على الماتش. تمام. هسال فرح سؤال مهم جدا، عشان اكيد فرح بتزعلك وهي واقفه في الجول، صح؟ اكيد بتزعق كتير، صح؟ بتزعق ولا بتزعق؟ ده بيقول لك حارس المرمى اللي صوته عالي وليدر من ورا كده هو اللي بيبقى حارس مرمى ناجح. ففي حراس مرمى بيبقوا هاديين قوي فما بينجحوش، ما بيعرفوش يليدوا الفرقه. بصراحه يعني انا من النوع اللي انا لو فضلت ساكته احس ان انا ابتدي بطلع من التركيز واحده واحده. برافو عليكي. طول ما انا بتكلم معاهم في الملعب انا حاطه نفسي في مركز كل لاعيبه في الماتش. يعني مثلا الكره كانت مع الفرد، انا بفضل اكلمه 24 ساعه لحد ما الكره تبتدي تجي لي انا تاني. بحس ان انا جوه مود الماتش 24 ساعه ما بخرجش منه لحد ما الصفاره تنتهي. هايل هايل. مروه، انتوا المفروض بعد البطوله ديت انتوا داخلين منافسات ايه تاني كوادي دجله؟ في دوري اللي هو الدوري المصري، وبعد كده في كاس مصر. اللي حصل في بطوله شمال افريقيا، انتوا لم توفقوا في بطوله شمال افريقيا، واحنا كنا متقسمين يعني نوادي دجله من الفرق اللي عنده بنات شاطره جدا وبنات لعيبه. احنا ما كناش في حالتنا، بس يعني هي كانت حاله واحنا ما كناش يعني مفوقين. فاحنا بنحاول نطلع منها، ودي اول بطوله، فدي تدينا حافز ان احنا نكمل وان احنا نفوق وان احنا نرجع اخطائنا.